السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبيبتي. اليوم إن شاء الله غادي نوجدوا واحد الطريقة ديال يعني الترقاد ديال الحامض بدون ماء. فايت حطيتو لكم في القناة وهي طريقة فعالة ومجربة، يعني 100% كتعطي نتيجة بالماء. دابا غادي نعملوا طريقة بدون ما نزيدوا الماء للحامض ديالنا. دونك الحامض البنات من الأحسن يكون مغسول ومنقي، منقي مغسول وممسوح مزيان. البنات اللي ما تيكونوا شاكين يعني في الحامض يكون مرشوش او شي حاجه، ممكن تغسلوه بالماء وبيكربونات صوديوم. كدير واحد البانيو تاع الماء وكتزيدوا فيه ملعقه كبيره ديال بيكربونات صوديوم، كتخليوه حتى يذوب وكتغسلوه به، من بعد كتخليوه ينشف. دونك على بركه الله غادي نبداو. دونك الطريقه هي سهله جدا، كتاخذوا الحامضه ديالكم كتقطعوها هكذا على أربعة. حاولوا فقط يعني انكم ما تقسموهاش، يعني تبقى الحامضه شاده في راسها ولا كمسة باش نحلوها، يعني فقط لاننا خاصنا نوضعوا فيها شويه ديال الملحه. نجيب شي اميه فقط. يعني فقط باش نوضع فيها الملحه، حاولوا نوضعوا في القناه بجوج. كنحلوا النص هكذا ومن بعد كنحلوا النص الثاني وكندخلوا الملح مزيان. وغادي نحتاجوا واحد القرعه اللي تكون معقمه ومغسوله مزيان، وغادي نحطوا بهذا الشكل هكذا وغادي نستمر في العمليه. تستمروا على العمليه ديال انكم كتقطعوا كل حامضه على اربعه وكتزيدوا الملحه ديالكم. فقط كاشاره ما شرط لهاش قبيله، هو ان الملحه انا هنا كنستعمل الملحه الحيه. من الاحسن البنات تستعملوا الملحه الحيه او لو سيل دو مير بالنسبه للبنات اللي ما كيتوفروش على الملحه الحيه، يعني الملحه ديال البحر او ديك الملح ديال الهيمالايا. المهم الا داك لو سيل دو طابل اللي تيكون غافيني وما تستعملوش، استعملوا فقط الملح يعني الطبيعي. كتكملوا هاد العمليه ديال البنات وصافي. كتبقاو تحاولوا فقط يعني ما خصش يبقى ما امكن انكم تضغطوا على دوك الحامضات باش ما ياخذوش البلاصه بزاف، يعني باش اي فراغ كيبان لكم اللي تقدروا تملؤوه يعني بشي حامض، حاولوا انكم يعني تضغطوا عليهم مزيان حتى يعمروا لكم جميع الفراغات. زائد مهم فاش كتساليوا هذوك الحامضات ديالكم كتخليهم هما واحد شويه ديال الوقت، يعني كيبداو يطلقوا داك الماء ديالهم، يعني داك مع الملحه يعني داك الحامض كيطلق الماء ديالو. وصافي ملي غتشوفوا يعني ان داك الماء كله يعني صافي طلق العصير ديالو، ان الحامض طلق العصير ديالو، صافي من بعد كتزيدوا. انا هنا راه سديتها ولكن خاصني نتسنى. كتبقاو تزيدوا شويه ديال، حاولوا انكم يعني تزيدوا الفوق شويه ديال الزيت البلديه اختياري، يعني راه ماشي ضروري. وصافي ومن بعد كتسدوها وكتخليوها جوج سيمانات، يعني 15 يوم كتكون واجده وتقدروا تستعملوها. الصراحه البنات الطريقه بجوج فعالين ومزيانين. انا يعني شخصيا كنفضل الطريقه فاش كنضيفوا الماء المساخين. علاش؟ لان فاش كنضيفوا الماء ساخن انا كيبقى عندي داك الماء، يعني صراحه ما تيخسرش لي الحامض، كيجيني زوين، يعني ما كاين حتى شي مشكله في الحامض، كيجيني بحال هذاك اللي كيتباع، يعني ما كاينش مشكل. غير هو انا كيعجبني هذاك الماء اللي كيكون تنسم ليا بالحامض وبديك النسمه ديال الحامض مرقد، لانني مره كنبدا نزيدو في لي صوص بلا ما نحتاج انني نزيد الحامض مقطعو، كنزيد غير داك الماء. سي بوغ سا انا كنفضل يعني انني نزيد فيه الماء سخون ونخليه. ولكن هذه المره انا وريتكم الطريقه بلا ما تزيدوا لا ما لا والو، غير هكا كتسدوا عليه وتبارك الله، يعني من بعد 15 جوخ يعني جوج سيمانات كيوجد. وبالصحه والراحه البنات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.